محاضرتنا لهذا الأسبوع هي معادلة أرينيوس وطاقة التنشيط. إذن الآن عن مود نعرف شنو تأثير درجة الحرارة على معدل سرعة التفاعل. راح نجي إلى معادلة أرينيوس. إذن معادلة أرينيوس هي تربط بين ثابت السرعة ودرجة الحرارة. طبعا لها عدة أشكال. الشكل الأول هو الشكل الأسي، حيث قيمة الكي تساوي إن أي في إي مفعول القوة ناقص إي أي على آر تي. نجي يكون رمز شنو معناه. كي هو ثابت معدل سرعة التفاعل، تي درجة الحرارة المطلقة، وإي أي هي طاقة التنشيط وحدتها بالجول على مول، آر ثابت العامل للغازات 8.314 جول على مول كلفن، وأي نسميه بعامل التردد أو معامل ما قبل الأس اللي هو يمثل لنا عدد التصادمات الفعالة، وإي هو قلنا عدد رياضي يساوي 2.107 بالألف. الإي هي تشبه مثل قيمة الباي، الباي قيمتها 3.14، الإي قيمتها 2.107 بالحاسبة، الإي إكس هي ترمز لنا إلى الإي، يعني هي معكوسة لنا. هذا الشكل الأول لمعادلة أرينيوس. نقدر نستخدم هذا الصيغة بإيجاد طاقة التنشيط أو إيجاد ثابت معدل السرعة حسب المعطيات بالسؤال. يجب أن تكون قيمة طاقة التنشيط عفوا وحدة طاقة التنشيط هنا بالجول. ليش؟ لأن قيمة الثابت بالجول. فإذا كانت وحدة الثابت إن شاء الله راح نأخذها بالأمثلة، إذا كانت وحدة الثابت بالكيلو جول يجب تحويلها إلى الجول، لأن وحدة الثابت بالجول. هذا الشكل الأول من أشكال معادلة أرينيوس. الشكل الآخر لمعادلة أرينيوس هو الصيغة اللوغاريتمية للمعادلة الأولى بأخذ لنا الطرفين للمعادلة السابقة. راح نحصل على العلاقة الآتية اللي هي قيمة لن الكي تساوي لن الأي ناقص إي أي على الآر تي. نقدر أيضا نستخدم هذه العلاقة بالمسائل الحسابية أو نستخدم العلاقة السابقة برسم المعادلة. لن الأي العفو لن الكي على المحور واي، واحد على تي على المحور اكس، راح نحصل على خط مستقيم. طبعا هو السلوب راح يكون بالسالب، قيمته ناقص اي اي على ار. نقطة التقاطع مع المحور اكس تمثل لنا قيمة لن الاي اللي هو قلنا شو نسميه، معامل تردد التصادم او معامل ما قبل الاس. ايضا هذه العلاقة نستخدمها بالمسائل الحسابية ان شاء الله اللي راح ناخذها مستقبلا ان شاء الله. زين طلاب، اذا عدنا درجتين حرارية مختلفة ونريد نطلع قيمة طاقة التنشيط، فراح نستخدم شكل آخر من أشكال معادلة أرينيوس اللي هي تربط لنا أيضا ثابت معدل السرعة لكن بوجود درجتين حرارية مختلفة. هي أكو خطوات حسابية إحنا نسويها، يعني خطوات متعددة عم نحصل هذه العلاقة، بس اللي إحنا اللي يهمنا هي هاي العلاقة النهائية. هاي العلاقة قلنا تربط طاقة التنشيط بدرجات حرارية مختلفة. طبعا مدام تغيرت درجة الحرارة إذا راح تتغير قيمة الكي، فراح نحصل على لن كي 2 إلى كي 1 تساوي ناقص إي أي على الآر، واحد على تي 2 ناقص واحد على تي 1. وأيضا هذه من العلاقات المهمة وعليها مسائل كثيرة، وإن شاء الله راح نأخذها فيما بعد.